للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. دكتور صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا إلى هذه التغطية. أهلا بحضرتك دكتور. الجهود المصرية منذ اللحظة الأولى مستمرة ومتعددة أيضا المسارات، مشاركة مصر في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في الأردن، كيف قرأت كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجملة لهذه الجهود وكذلك أيضا للرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية وتوضيح أيضا الأوضاع؟ كلمت الرئيس السيسي في هذا المؤتمر خاطبت الشعور الإنساني العالمي. نعم. أمام جوتيرش، أمام ممثلين قيادات وزعماء العالم. رئيس السيسي بيمثل دولة عظيمة، جمهورية مصر العربية، عروبة الرئيس، عروبة الجيش، الشعب المصري العظيم، داعمين للحق الفلسطيني للقضية الفلسطينية، داعمين لأهل غزة الذين تعرضوا لظلم لم يتعرض إليه شعب من قبل منذ أكثر من 75 عاما، ودولة الاحتلال في حالة جنون لخاطر الفلسطينيين، النساء والأطفال، والبحث عن أي مكان أخضر لحرقه وقتل النفس والبشر ودمار قطاع غزة. هذا أمر كان مؤلما للغاية. دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت، ومصر لن تخون كما قال الرئيس ولن تفرط، لأنها مش مجرد وسيط، ده شريك وشريك أساسي. أن هذا القطاع، أهل فلسطين، دولة فلسطين، جزء من الأمن القومي العربي، اللي هو جزء من عقيدة الجيش المصري. فلسطين جزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي أن يرى العالم وبصمت على هذا الجنون والدعم الغير المحدود لدولة الاحتلال، وأن تقف مصر متفرجة بالطبع. لا، قد عبر الرئيس باتصالاته بزياراته في كل مكان في العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية، للدفاع عن حق فلسطين وقامت الدولة الفلسطينية، لأنه السلام والعدل الذي ينشده الرئيس وينشده شعب مصر العظيم. لأن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على حقهم، لأن العيش المشترك بسلام هو أمل الشعوب في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي لا يمكن أن يتأخر الرئيس ولا يتأخر الشعب المصري ولا يتأخر الجيش المصري في دعم إخوانهم وأهلهم في فلسطين وفي غزة. أنا أفتكر أن المؤتمر الأردن هو تنسيق عظيم بين شعب أردن العظيم وشعب مصر العظيم والشعوب العربية في ضرورة أن لا نترك فلسطين وحيدة لهؤلاء الهمجية التي تحاول أن تستخدم السلاح وقتل الأبرياء. وبالتالي الطرف الأمريكي والأمريكان والمفاوضين يدركون الموقف المصري الصلب، ولولا هذا الموقف لتم تدمير غزة بالكامل، بل وقصفهم بالسلاح النووي كما قال وزير المجنون في حكومة هذا نتنياهو. أنا أفتكر أن الدور المصري موقف ثابت جعل الإدارة الأمريكية تعيد التفكير مرة وأخرى وتلو المرة، لأن مصر دولة مركزية وكلامها مهم في المنطقة وللمنطقة العربية ولشعوب المنطقة العربية ولشعوب العالم الإسلامي. مصر دولة تخاطب الشعور الإنساني العالمي والقانون الإنساني العالمي قبل القانون الدولي الذي اعتدت عليه إسرائيل وقتلت بدم بارد الأطفال والنساء في موقف هز مشاعر أطفال العالم قبل رجال العالم، أطفال نساء العالم، هز كل أركان العالم، وخرجت المظاهرات تنديدا بهذا القتل البشع ومحاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية. يجب أن نضغط على دولة الاحتلال، نضغط على هذا نتنياهو بأن يغيروا من أفكارهم التي ستلقوا بهم إلى التهلكة، لأنهم لا يحاولون أن يجدوا طريقا للأمل ولا العدل بين شعوب المنطقة العربية التي قدمت مبادرة السلام من 2002 ودعمها الرئيس السيسي منذ وصوله إلى سلطة الدولة والحكم، بأن يحافظ على اتفاقيات مصر وأن يدعم هذه الاتفاقيات وأن يحافظ على السلام، لأن هو هذا جزء من عقيدة الرئيس في أن تكون مصر دولة سلام، دولة محبة، ليست دولة هجومية، ولكن تستطيع أن تدافع عن سيادتها، تستطيع أن تحمي ترابها، تستطيع أن تحمي قضيتها وقضية شعب فلسطين. نعم دكتور أشرف، ونحن نتحدث الآن عن ضرورة السلم والأمن، الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى يتحدث عن ذلك، ولكن ربما التصعيد الذي تم خلال الأشهر الماضية هو الذي جعل العالم يدرك أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته منذ البداية كانت صائبة وشديدة الأهمية.
الآن كيف ترى الموقف العالمي؟ إلى أي مدى أصبح الأطراف تدرك أهمية اللجوء إلى السلم والأمن والبعد عن الحلول العسكرية والأمنية التي لا تحل الصراع كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحل هو جذور هذا الصراع الممتد؟ أشكرك جدا على النقطة دي يا فندم. الآن شوف يا فندم، محكمة العدل الدولية، محكمة جنائية الدولية، مجلس الأمن، الجمعية العامة، كل هذه المنظمات الدولية ترجمت كلمة الرئيس في مؤتمر السلام، قرر السلام بعد 7 أكتوبر. نجد أن العالم كله أصبح الآن يتبنى وجهة النظر المصرية. شوف، الرئيس السيسي كان سابقا بخطوات مع فريق الأزمة الذي تحرك بتوجيهات من الرئيس كي يتفاعل ويرسل أعضاء هذا الفريق لكل عواصم العالم المؤثرة في هذا الصراع، وقد نجحت مصر في أن تغير صورة العالم وتغير صورة المنطقة، بأن تجعل للمنطقة، وأن منطقة الحرب ومنطقة الصراع أصبح العالم كله عينه عليها، وأنه متفاهم لرؤية مصر ومتفاهم لسياسة الخارجية المصرية بأنها رؤية ثاقبة وأنها تدعو إلى العدل والسلام. وأنا أفتكر أن تغير الموقف الدولي كان واضحا، اعتراف أيرلندا، النرويج، إسبانيا. كل هذه الدول وصلت إلى 148 دولة، ده تأكيدا لرؤية الرئيس ولرؤية السياسة الخارجية المصرية. دكتور أشرف، هذا الاعتراف إزاي بيخدم القضية الفلسطينية وجود حشد دولي داعم بهذا الشكل؟ ده برضو نقطة مهمة، لأن الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بناء على الضغط المصري يرتبط ارتباطا مهما بأن الولايات المتحدة وأمنها في أوروبا مرتبط بتلك الدول التي اعترفت بفلسطين. حلف الأطلنطي، هم دول في حلف الأطلنطي، دول في الاتحاد الأوروبي، ودول كبيرة ومركزية. الاتفاق المصري الفرنسي، الرئيس السيسي ماكرون، ده نموذج لاتفاق لسياسة خارجية بين دولة كبيرة في أوروبا ودولة كبيرة في المنطقة العربية بل وفي أفريقيا. هذا الاتفاق ترجمة بشكل واضح، خطوط واضحة، نقاط واضحة، بأن ما تسير فيه مصر صحيحا، ما اختاره الرئيس السيسي من قرارا لدعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين في هذا الموقف الحرج لكل القضايا في العالم، ولكن اختار الإنسانية، اختار عروبة الشعب المصري وعروبة الرئيس، اختار الحق والعدل أن يسانده. كان من السهل أن يغمض العين ويتلقى من هنا وهناك، لكن الرئيس لا يمكن أن يفرط في هذا الحق، لأنه يرتبط بالمصريين بعقيدتهم، نعم، بدينهم إسلامي أو مسيحي مصري. هذا ارتباط كبير، لأن الدولة تعبر عن مكوناتها في قراراتها في السياسة الخارجية. أنا أفتكر الرئيس السيسي عبر عن شعور الشعب المصري بما يجب أن تقوم عليه، ما تقوم به مصر وقامت به، ما يجب أن يقوم به الرئيس وقام به، ولم يتأخر دقيقة واحدة في دعم الحق والعدل والإنصاف لشعب فلسطين المكلوم المظلوم منذ أكثر من 75 سنة على يد مستوطنين إرهابيين يقتلون الشعب الفلسطيني بدم بارد. ولكن الحق قادم، وستنتصر فلسطين وينتصر الشعب المصري الداعم للفلسطينيين بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل، دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة.